يمكن احنا معانا دلوقتي استاذ احمد فتحي ناظر المدرسه عشان يكلمنا اكتر عن تفاصيل الفكره المبتكره بتاعته. برحب بيك يا استاذ احمد، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ عمران، اهلا بيك يا فندم. يعني في الاول حابين نعرف من حضرتك ازاي الفكره جات لك وازاي قدرت تنفذها على ارض الواقع. الفكره جت من حالات كتير على السوشيال ميديا وحالات احنا واجهناها كتير. في اطفال لا قدر الله بيتوهوا، في اطفال لا قدر الله بيحصل لهم حوادث طرق او بعض حوادث الطرق. دول في الغالب يعني الاشخاص او الناس العاديين بيعثروا عليهم بس مش عارفين يوصلوا لاهلهم. تمام. والجهات الامنيه بتاخد وقت كبير عقبال ما توصل لاهل الطفل. فانا عملت الوسيله السهله اللي هي تبقى على لبس التلميذ، خصوصا تلاميذ المدارس. من خلالها بقدر اخش على الموقع واكتب الرقم بالكود اللي ملزوق على البادج بتاع التلميذ، اوصل لتليفون والده او ولي امره، اتصل بيه ساعتها خلاص ابن حضرتك موجود عندي، ابن حضرتك. البيانات كلها عندك على السيستم؟ البيانات لا مش كلها، عشان في برضه اللي هو ناحيه امنيه. لا اقصد البيانات اللي هو بيانات ولي الامر، ولي الامر ورقم تليفونه. لا اسم ولي الامر ورقم رقمين تليفون. طب عظيم جدا. كلمنا بقى عن التجربه دي، يعني اخذت المشوار فيها ازاي؟ وكمان ما شاء الله انا شايف ان في يعني استحسان عند كل اولياء الامور وكمان الاداره التعليميه ووزاره التربيه والتعليم. الحمد لله هم كانوا حافز كبير لنجاح الموضوع او نجاح الفكره عموما. الفكره من حوالي سنتين ونص كده حصلت حادثه في الطريق، وقعدنا يعني طفل صغير في المدرسه بس ما كانش في مدرستنا يعني. المدارس في الادارات عموما بتبقى الزي بتاعها موحد. فاختلط الامر، طب التلميذ دوت في انه مدرسه، طب في انه مكان، وخصوصا ان شنطته ما كانتش معاه. يعني لو شنطته مثلا موجوده معاه نعرف انه مدرسه واسمه ايه وكده. الشنطه اتفقدت في مكان وهو لا قدر الله يعني الحمد لله ربنا ستر عليه، حصلت حادثه وفي المستشفى يعني قعد مثلا حوالي يوم عقبال لما اهله بداوا هم اللي يدوروا عليه ويسالوا عليه. ففي فتره طويله حصلت عقبال ما اهله استدلوا عليه او الطفل عرفنا اهله فين يعني. فالفكره جت، طب ايه الطريقه السهله اللي انا من خلالها كشخص عادي ماشي في الشارع لقيت طفل تايه في حضانه او في تيجي او في الصفوف الاولى، حصلت له حادثه لا قدر الله، مش قادر يتكلم او مش عارف يعبر عن نفسه. وبرضه عندنا اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه ذوي الهمم، دول برضه لا قدر الله لو فقدوا في اي شارع او في اي مكان صعب تستدلي منهم على تليفون الاسره او اسم ولي الامر. طب الوسيله السهله حضرتك يعني امتى فعليا بداتوا تطبيق الموضوع ده او الكود ده يا استاذ احمد؟ انا بدات الحمد لله بفضل الله وثقت الاول الموقع والابلكيشن اللي انا عملتهم والفكره كلها اخذت عليها الحمايه الفكريه الحمد لله بفضل الله. السنه اللي فاتت في شهر 9 طبقتها طبعا بعد موافقه مجلس الامناء بقياده الاستاذ مجدي فؤاد وموافقه مدير الاداره التعليميه الاستاذ جمال حشمت وقيادات التعليم الاستاذ علي كامل. طرحت عليهم الفكره ووافقوا كلهم الحمد لله وقالوا طب هنجرب في مدرستك الاول وبعد كده نحاول ايه نعملها نجرب في المدارس الثانيه. ونجحت الحمد لله، نجحت الفكره عندي ولقيت استحسان من اولياء الامور وكان في ثقه الحمد لله يعني دعمت الثقه بين الاداره بتاعت المدرسه وبين ولي الامر، لان ولي الامر حس ساعتها ان اداره المدرسه خايفه على ابنه وحريصه على ابنه ومهتميه بابنه. فالحمد لله الناس شجعت وتقبلت الموضوع بشكل كامل. والله يا استاذ احمد يعني الحاجه الحلوه فعلا لازم نقف جنبها ونسلط كمان عليها اضواء بشكل اكبر لانك تستحق يا استاذ احمد، الفكره محترمه جدا جدا يعني. الله طيب. يخليك يا استاذ احمد. ربنا يخليك يا رب. قول لنا يا استاذ احمد لو دلوقتي الفكره يعني ان شاء الله لو تم تعميمها على يعني معظم المدارس داخل الجمهوريه، هل هنا بقى يعني بصفه حضرتك طبعا انت واخد حول الملكيه الفكريه هنا هيبقى التعامل ماشي ازاي، ولا حضرتك عامل تنازل، ولا القصه ماشيه ازاي؟ انا مع بص حضرتك انا الموضوع اساسه خير. تمام. اساسه انقاذ طفل. انا لو انقذ لو انا كنت سبب في انقاذ طفل واحد في العالم مش في مصر بس، ده انا كده عملت انجاز حد في شخصي يعني. الموضوع بسهولة جدا ممكن الوزارة لو حصل ليها تقبل او كده للفكرة يعني الوزارة ممكن يعني تطبق الموضوع، وعندي خطة للتنفيذ وخطة للتسويق وخطة لتشغيل المشروع عموما كمشروع او كفكرة خدمية في الاول، وممكن يعني ممكن عن طريق شركه راعيه تتولى الموضوع دوت موضوع الفكره ديت، وخصوصا الشركه الراعيه دي هتستفيد كتير يعني الوزاره هتستفيد والمجتمع هيستفيد
طيب. والشركه نفسها كمان هتتكلم. استاذ احمد انت محتاج ايه بالظبط عشان ايه الخطوات المطلوبه عشان الموضوع ده يتعمم في المدارس؟ هل الموضوع محتاج تكلفه ولا هو موضوع الكتروني فقط؟ لا الموضوع محتاج تكلفه لان في ماتيريال فيه اللي هو البادج القماش ده محتاج تكلفه بس تكلفته ما تتعداش ال 3 جنيه. يعني بسيطه جداً. يعني تكلفه بسيطه. زهيد جدا بالنسبه للاحتياجات احنا يعني بنتمنى ان وزاره التربيه والتعليم تتبنى الموضوع دوت ويطبق يكون بقى البادج ده بادج التلميذ ده يكون داخل ملف التقديم للصفوف الاولى الزي المدرسي الصفوف الاولى في المدارس والاتجاهات. هو المفروض البادج ده فيه مثلا سيم كارد ولا فيه ايه يعني داخله ايه؟ البادج محتوياته انا كاتب حضرتك اسم المدرسه من فوق تمام الموقع اللي ولي الامر او التلميذ هيخش عليه حضرتك كنت عرضت صور أيوة. للموقع كنت احب انها تبقى موجوده ونشرها يعني لا جبنا في صوره انا موجود فيها هو البادج زي ما حضرتك شايف كده في اسم المدرسه في الموقع كودك.org في بعد كده رقم كود الرقم الكود ده هو اللي خاص بالتلميذ وما ينفعش يتكرر ولي يعني... الامر بيستلم البادج دوت بيكتب الرقم الكود يخش على الموقع يكتب اضافه كود جديد يضح... ايوه معلش يا استاذ احمد ثانيه يعني كل طفل ليه كود خاص بيه ولي الامر هو اللي هيدخل البيانات بنفسه يعني لو في اولياء امور ممكن ما يحبش يكتب اسمه كامل اللي هو الكود لقب العيلة. الاسم رقم الهاتف ورقم هاتف اخر عشان لو التاني مقفول او مش عارفين نتواصل مع الرقم التاني والايميل والمحافظه وهيدوس حفظ بس انا بمجرد ما ولي الامر يعمل الخطوات دي هو كده امتلك الكود دوت بقى ملك ليه شخصي يعني لا قدر الله الولد تاه في اي حته او في حادثه او في حاجه المسؤول بتاع الاسعاف او الشخص الفرد اللي واقف وشايف الموقف دوت هيخش على الموقع يكتب بس كده في الموقع في خانه البحث تمام. رقم الكود ويدوس سيرش هيظهر له الاسم بتاع ولي الامر زي ما ولي الامر حاطه ورقم التليفون الخاص يتصل بيه ابن حضرتك موجود هنا ابن حضرتك معانا لا قدر الله كده يعني فكره يعني نبيله جدا استاذ احمد بجد والله ومحترمه جدا الحمد لله ربنا يعزك يا استاذ احمد ربنا يعزك والله يعني نفسي تتعامل ان شاء الله الفتره اللي جايه واكيد طبعا كمان انا بتمنى وخصوصا ان الدوله والقياده السياسيه حاليا ووزاره التربيه والتعليم والدوله كلها بتمشي او بتسعى نحو الرقمنه الرقمنه دي يعني احنا بنعمل حاجه خدمه لاطفالنا خصوصا الطفل ملوش بطاقه رقم قومي يعني الطفل الصغير دوت ما هو مش عايزين وحالات خطف وحالات ممكن اطفال تتوه من اهاليها او من مدرسين بتوعهم بعد اليوم الدراسي فده بيسهل طبعا على الاهالي ان هم يقدروا يوصلوا لاولادهم بسهوله يعني الموضوع يستاهل ان احنا نركز ونعمم بشكل كبير اوضح نقطه بس يا استاذ المراند بعد اذن حضرتك هو حالات الخطف يعني ده خاص بالامن انا ما اقدرش يعني انا بس بعاني يتوه او حد ما مشكله شوية. لكن لو مثلا شخص او طفل اتخطف ما نقدرش نحصل او نعرف مكانه من خلال الكود لا من خلال الكود انا ما اقدرش اعرف مكانه لان ما فيش الشبايه اللي هي فيها الجي بي اس عشان دي موافقه امنيه دي مكلفه دي مكلفه جامد يعني تكلفتها عاليه جدا انا مش هقدر احل المشكله دي انما المشكله اللي هي اللي احنا بنحاول نحلها ان الطفل تاه الطفل حصلت له حادثه لا قدر الله في حد عثر على الطفل وعايز يرجعه في شخص عنده اعاقه ذهنيه او اصحاب الهمم او خرج من بيته او خرج يعني للايضاح اكتر يا استاذ احمد هي الفكره في الموضوع ده ان هي كبطاقه شخصيه للطفل أيوة صح كده تمام كده تمام يا استاذ علشان خاطر احنا كده ممكن احنا روحنا في حته تانية برضو منك اللي هي بتاعه الجي بي اس ان احنا ممكن نخش على البيانات دي فنجيب موقعه فين طبعا دي ليها قصه تانية وليها موافقات اخرى كمان برضو وموافقات طبعا موافقات امنيه وتكنولوجيا عاليه تمام تكلفتها بتبقى عاليه بس انما كويس. الوسط بتاع يعني معظم المجتمع عندنا الوسط بتاعهم يعني مش هيقدر يدفع الحاجه ديت او مش هيقدر يكلف الحاجه دي فانا ببص للغالبيه العظمى يعني الغالبيه بتاعت شعبنا الجميل اللي هو يقدر ثمن البادج ده يبقى سهل عليه التطبيق نفسه يبقى سهل الاستخدام نفسه يبقى سهل كده يعني طيب هل في حالات حصل ان انتوا قدرتوا توصلوا لها من خلال الكود ده في المدرسه عندكم بالفعل؟
الحمد لله لا ما حصلتش الحمد لله، عندنا حاله من الحالات ديت. الموضوع انا استخدمته في شهر يعني في شهر 10 اللي فات، ف يعني قعدنا فتره حوالي شهر ونص او شهرين، الحمد لله ربنا ستر واحنا ما نتمناش حاجه زي كده تحصل يعني يا الحمد رب. لله يا استاذ احمد حضرتك راجل يعني محترم جدا الله وفكره طبعا يعني تستحق ان احنا لازم ندعمها بشكل اكبر وربنا يوفقك ويكرمك يا استاذ احمد ويكتر من امثالك. وشاكر افضل سعادتك والاستاذه نوران، شكرا نورتنا والله. شكرا لحضرتك جدا استاذ احمد فتحي.